بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة. الطقس هيكون مائل للبرودة صباحاً، مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب البلاد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان في فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء. في كمان نشاط للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية. وخلونا نتعرف على تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، طمنينا أخبار الجو إيه النهاردة وإيه المناطق اللي هيكون فيها فرص أمطار النهاردة، أمطار خفيفة؟ احنا طبعا اليوم هنتأثر بكتل هوائية شمالية، هتكون أقل درجات حرارة طبعا من الكتل الهوائية اللي أثرت علينا بالأمس، لأن بالأمس سجلنا عظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، وكانت في ذروة ارتفاع في درجات الحرارة. اليوم الكتل الهوائية الشمالية دي هتكون أقل درجات حرارة، فمتوقع أن درجات الحرارة تنخفض عن الأمس بحوالي 4 درجات، لأن متوقع العظمى على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية خلال فترة النهار. بالإضافة كمان هيكون في منخفض جوي في طبقات الجو العليا، هيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وهتحجب جزء من أشعة الشمس فترة النهار، فهتساعد على إحساسنا بالأجواء الربيعية، وهنحس بفترة النهار بالأجواء المائلة للحرارة الربيعية على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد. نقدر نقول كمان أجواء مائلة للدفء على بعض المناطق أو دافية من سواحلنا الشمالية، أجواء شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، ده هيكون فترة النهار. فترات الليل مع غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة تنخفض، ويكون فرق بين فترة النهار وفترة الليل بيتجاوز 10 درجات. أجواء فترة الليل هتكون أجواء مائلة للبرودة، وخاصة في المحافظات الموجودة في شمال البلاد، معتدلة على المحافظات الموجودة في جنوب البلاد. بالإضافة كمان إن هيكون اليوم معانا نشاط للرياح في كافة محافظات الجمهورية. نشاط الرياح ده هيساعد بشكل كبير على إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة والأجواء الربيعية، خاصة فترات الليل وفترة الليل المتأخر. كمان اليوم هيكون طبعا في فرص لسقوط الأمطار. أمطار اليوم هتكون أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية من المحافظات المطلة على البحر المتوسط، مرورا طبعا بمطروح والإسكندرية، شمال الوجه البحري زي البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، كمان السواحل الشمالية الشرقية دمياط بورسعيد رفح العريش. كل المناطق دي معرضة لفرص للأمطار على فترات متقطعة من اليوم، ممكن نلاحظها في أماكن والأماكن الأخرى لا. متوقع غدا استمرار درجات الحرارة حول المعدلات، وتكون 29 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى خلال فترة النهار، وتكون لشبورة مائية فترة الصباح الباكر ساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. وتدريجيا بعد يوم السبت تبدأ درجات الحرارة تتجه مرة أخرى للارتفاع، وتتجاوز 30 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى. احنا نقدر نقول كده أن درجات الحرارة فترة النهار خلاص بدأت تتجه نحو الارتفاع، يعني احنا بنقول 29 ديت أقل درجة حرارة هنسجلها على مدار الأسبوع القادم أو خلال هذه الأيام، وهنسجل بعد كده فوق ال 30 درجة مئوية. فبنأكد على كل السادة المواطنين بلاش ارتداء الملابس الصيفية بشكل كامل خلال فترات الليل، وخاصة فترة الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، لأن لسه في برودة في الأوقات دي، لكن فترات النهار نقدر نرتدي أي نوعية ملابس نقدر نرتديها. بالإضافة كمان القيادة تكون بهدوء تام فترة الصباح الباكر أثناء تكون الشبورة المائية. أكيد، وبنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا بقى دلوقتي مع بعض نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18، نفس درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 29-18، في الإسكندرية 23-17، والعلمين الجديدة 22-16، مطروح 24-15، ودمياط 25-18، بورسعيد 24-18، والإسماعيلية 30-19. أما في السويس درجة الحرارة العظمى هي 29 وصغرى 19، والعريش 25-17، فكاترين 26-10، وفي طابة 31-18، حلايب 32-20، وشلاتين 33-22، شرم الشيخ 34-22، والغردقة 34-21.
في الفيوم العظمى 33 والصغرى 19، أما في بني سويف 32-18، الوادي الجديد 35-21، وأسيوط 32-18، سوهاج العظمى فيها 33 والصغرى 21، أما في قنا 38-22، الأقصر 38-22، وأسوان 39-22.